مرحبا بكم، انا اهلا محمد عطوي وانت محمد جواد. محمد جواد. محمد اليوم في نكت. كثير هذا زين. يلا بلش. بسم الله. مرة أبو العبد راح دورية الجيش، أم قال قائد الجيش إذا هجم عليك واحد شو بتعمل؟ أم قال أبو العبد، أبو العبد بيجي على ورا، أبو العبد بيحمل فارس، أبو العبد بيت. أم قال إذا هجم عليك اثنين، أم قال قائد الجيش إذا هجم عليك اثنين شو بتعمل؟ أم قال له أبو العبد بيجي ورا، أبو العبد بيحمل بالمخشب، أبو العبد بيت. أم قال له إذا هجم عليك 300 شو بتعمل؟ أم قال له أبو العبد بيجي ورا، أبو العبد بيحمل الرشاش، أبو العبد بيقتل من واحد واحد. أم قال له إذا هجم عليك 100 مليون شو بتعمل؟ أم قال له أبو العبد بيجي ورا، أبو العبد بياكل خرج، مفيش غيره بالدورية. حلو حلو. بتجنن. يلا. مرة في واحد اسمه جحر كان ماشي مع سته. إذا كان بيكو سندويشي وقعت شعفي على الأرض، بده يقيمه، قالت له ست، عيطت على سته، قالت له لا تقيمهاش لحسس الشيطان. إذا رجع ماشي هو مع سته، كان في خشبة على الأرض، فتفركش سته عيطت لجحام، تعا قيمنا من الأرض، تعا قيمنا. اللي قال لا بديش قيمها لحسك الشيطان. على خير على خير. مرة اجى طلع على شجرة بيقص على الغصن، أما هو عم بقص وقاعد على الغصن اللي بده يقص، أما اجى ماشي زلمة، أما قال له يا جحا هلا بتوقع، أما قال له لا ما بوقع، أما قال له هلا بتوقع بتخضع راسك، أما قال له لا أعوذ بالله ما بوقع، أم وقع، أم بس وقع جحا فكر إنه هذاك الزلمة اللي هو من اللي بيعرف المستقبل، أم بعد شوي راح تلقط الإجراء، أم كل شيء يقول له أمتى بدي موت، أمتى بدي موت، أم قال له بعدين راح تموت، أم قال له طب قل لي أمتى بدك تموت، أم هداك زهق من الوجع، أم قال له بدك تكون دايما بالحصان اليوم، بس يصيح أول مرة بيطلع أول روح، نص روح، بس يصيح مرة تانية بتموت، أم بعد أم ضلوا راكب على الحصان، أم صح أول مرة، أم قال يا الله طول نص روحي. أم رجع صحى تاني مرة وقال يا الله مثل فكر حاله ميت، أم نزل بالأرض، أم هو فكر حاله ميت بعد المشي، أم بعد شوي مشينا ناس أهل الضيعة بالعشارة، أم شافوا نجيحة فكروه ميت، حطوه بالتابوت وبلوا ماشي، أم لقوا اسمه بركة. بركة مي على الشارع، أم في طريق على جنب على شمالها طويلة، في بقى عشمي فيس على اليمين وطريق قصير، أم بلش يحكوا أي طريق بدهم يمرقوا، أم طلوا الجحا من التابوت، أم قال لهم أنا لما كنت عايش كنت أمرق من الطريق. حلو. اليوم خلصنا هذه خلاص خلصنا أنا إيه هذا النكت اليوم. مرة تاني باي.